المقابر الخاصة بكبار الدولة كانت بتحتوي على العديد من الغرف، وإحنا النهاردة هنتعلم ونتعرف على الكتابات الخاصة بغرفة تقديم الصدقات. إحنا هنا في مقبرة ميخو. المقبرة دي هنلاقي مشهد مكرر في كتير من مقابر نبلاء مصر القديمة، وهو مظهر للسيدات اللي بيحملوا القرابين والصدقات المقدمة على روح المتوفى. وبيبقى كمان موجود هنا الخرطوش بتاع الملك، وكل واحدة منهم بتمثل الإقليم اللي جاية منه. احنا هنا في حجرة من الحجرات اللي كانت موجودة في المقبرة، نلاقي منظر لمجموعة من القدم اللي بيحملوا القرابين والصدقات المقدمة على روح المتوفى. هنا على اليمين هنلاقي مشهد مكرر للنبي الجالس على الكرسي وقدامه طاولة عليها الخبز، ولأن المصري القديم كان بيحب أنه يستخدم الرموز المستمدة من الطبيعة والرسومات اللي حواليه استخدمها في الكتابات الهيروغليفية. لما حب أن هو يذكر اسم النبي كان بيرسم شخص جالس على الكرسي، وأما حب يذكر كلمة حتب بمعنى الصدقة كان بيرسم نفس المنظر المكرر قدامنا، شكل الطاولة وعليها رغيف الخبز. استعان علماء مصر القديمة بالبيئة المحيطة كمصدر إلهام ليهم لخلق علامات الكتابات الهيروغليفية، وعلشان يعبر عن المائدة اللي بيستقبل المتوفى عليها المأكولات والمشروبات والمؤن اللي ممكن يحتاجها المتوفى في العالم الآخر، كان بيرسم طاولة عليها أرغفة الخبز، أو طاولة عليها الخبز والشعير.